طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال، معكم أميرة يحيى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صالون الأميرة. حلقتنا النهاردة للاحتفال بالعام الهجري الجديد، يا رب يكون عام سلام وخير ونصرة للأمة الإسلامية. اللهم أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. يشرفنا ويكون معانا النهاردة القارئ الشيخ حافظ عتريس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بكامل الصحة والسعادة يا رب. أنا ما حبيتش برنامجي يكون فيه مقدمة كبيرة علشان نبدأ مع حضرتك بتلاوة مباركة من خير الآيات للقرآن الكريم. هنبدأ بإيه يا شيخنا؟ بإذن الله طبعا، وإحنا في مناسبة طيبة، مناسبة هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل الله سبحانه وتعالى هنقرأ وهنتلو بفضل الله آيات من سورة التوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. امتعنا يا شيخنا. ربنا يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصره فقد نصره كفروا ثاني اثنين إذ هم
سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحفظك ويجعل حلاوة صوتك أكتر وأكتر يا شيخ. ربنا يحفظك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيبة. ربنا يبارك في حضرتك. أشكرك يا فندم ربنا يحفظك. هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فيها الكثير والكثير من العظة. في البداية أنا عايزة أبدأ مع حضرتك لأسباب الهجرة. أسباب هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة واستقبال أهل المدينة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك وأنعم عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وزيد وبارك وأنعم عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. بفضل الله سبحانه وتعالى أتت من ضمن أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كانت بمثابة وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. حينما أن رأى صلى الله عليه وسلم رأى القسوة والغلظة في التعامل من أهل مكة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام القسوة والغلظة في التعامل من أهل مكة المكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ أمره الله جل وعلا بمثابة وحي أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وبالرغم من كده كان الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب وأحب البلدان إلى قلبه كانت مكة المكرمة. طبعاً يا أستاذ. فكان يقول طبعاً زي ما حضرتك شرحت لي وقلت لي قبل الهوى إن هو كان يعني يدمع قلبه لخروجه. دمع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أن هاجر ونظر إلى مكة وقال والله لولا أنك أحب بلاد الله إلي ما خرجت ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. سيدنا النبي ودمعت عينان النبي، وهذا درس في حب الوطن. هو ده حب الوطن من الإيمان. إن المحبة للوطن أو المكان اللي اتولد فيه الإنسان أو نشأ فيه لو هو ما حبهوش يبقى بني ادم بطبعه مش انسان. طبعا حب الوطن يا استاذه ده جزء من الايمان. من يكون حب وطني وحب ارضي وحب اهلي وحب شعبي هو ده حب الوطن، جزء من الايمان. مهما شفت اماكن ومهما شفت بلدان كتير احسن من بلدي المفروض من طبعاً. الايمان انها تكون واخده جزء كبير من قلبي وهي تكون احب البلدان. طبعا حب الوطن فعلا جزء من الايمان. استقبال النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة المنورة، بدأت مقدمتي بطلع البدر علينا. كيف كان يرى أهل المدينة المنورة سيدنا رسول الله كامل النور صلى الله وسلم؟ رأوا في وجه البشاشة والنور فرحة السعادة والبهجة، وفعلا كان صلى الله عليه وسلم كان دائما متبسما. حتى في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي وهو أصدق من قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. إنسان يقابل أخوه المسلم بوجه بشوش لين سهل صدقة، تكتب لي صدقة عند الله سبحانه وتعالى. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الوجه الكشر أو الوجه اللي عليه الغضب والزعل والكده، لكن سيدنا النبي كان فعلا يقول تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. رأوه أهل المدينة طبعا وقابلوه بالطبل والزمر والفرحة طبعا والأناشيد الدينية الجميلة بفضل الله سبحانه وتعالى. سيد الرسول عليه الصلاة والسلام والدعوة للإسلام كانت واصلة للمدينة من قبل سيدنا الرسول ما يهاجر. فعشان كده كان في تحضير لاستقبال الرسول.
طبعا. والى الان اهل المدينه المنوره بمحبتهم واستقبالهم للرسول بيقال عليهم ان هم اكتر الشعوب البلدان بداخل حتى السعوديه محببين وبيحبوا كل الناس. طبعا يا بختهم اساسا يعني بمجاوره الرسول عليه من طبعا من من وحي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكرى سيدنا النبي وتعامله معهم فعلا. يعني حتى بعض الاخوه الاحباب اللي حتى اللي بيسافر حاليا السعوديه يعني حتى بيحكي وبيقول ان فعلا التعامل في فرق ما بين التعامل ما بين مكه وما بين المدينه، وحتى اهل مكه حتى الان في الغلظه والقسوه والتعامل، اما اهل المدينه سهل ولين في كل حاجه. لان هو الرسول عليه الصلاه والسلام لو كنت فظا غليظ القلب لم تفضل. طبعا. للرسول عليه الصلاه والسلام العديد من الخصال والصفات، كيف لنا في عصرنا الحديث وكل ما يعني كل ما بيتقدم العمر بنلاقي اخلاقيات سيئه، ازاي نقتدي وازاي يكون عندنا رساله لشبابنا توعية ان احنا نقتدي باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الامين عليه افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. طبعا من افضل الصفات اللي اتصف بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صفه الصبر. صفه الصبر وتحمل المسؤوليه وصفه الثقه في الله. سيدنا النبي قد ايه كان واثق في ربنا بان ربنا هينصره فعلا، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. سيدنا النبي هذكر لحضرتك مثال لما دخل الغار، لما دخل سيدنا النبي الغار هو وصاحبه ابو بكر. سيدنا ابو بكر يعني من خوفه كده على مش خايف على نفسه، ده خايف على سيدنا النبي. بقول يا رسول الله لما شاف كده اهل قريش كفار قريش واقفين على الباب بتاع الغار، يقوم سيدنا ابو بكر يقول له يا رسول الله والله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. يقوم سيدنا النبي يكلمه بلسان الصادق الواثق من ربه جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. لا تخاف ولا تحزن إن الله معنا. بلسان الصادق ثقة في الله، ده درس بقى الثقة. النهاردة لازم يكون عندنا ثقة في الله، ثقة مطلقة في الله بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ، هو الكريم، هو القادر، هو المقتدر، بيده كل شيء وله كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعم بالله سبحانه وتعالى، نعم بالله صلى الله عليه وسلم. نكمل في خصال النبي وصفات النبي عليها أفضل الصلاة والسلام، إحنا إزاي نقدر دلوقتي نعمل نوع من أنواع التوعية لشبابنا ان هم يقتدوا باخلاقيات الرسول عليه افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. طبعا يا استاذه اهم حاجه من خلق سيدنا النبي الاخلاق. الاخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام بعث ليتمم مكارم الاخلاق. قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ولما سئلت امنا عائشه عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، قالت كان خلقه ايه؟ القران. كان قرانا يمشي على الارض النبي صلى الله عليه وسلم، كان قرانا يمشي وسط الناس عليه الصلاه والسلام. نعلم اولادنا النهارده الاخلاق، الاخلاق الطيبه. كيف كان رسول الله؟ كان طيبا سهلا لينا متسامحا حتى مع اليهود، ده حتى مع اعداء الدين. ونعلم جيدا قصه اليهودي اللي كان جار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان كل يوم ياذي سيدنا النبي القذورات والقمامه ويحطها قدام باب سيدنا النبي، وسيدنا النبي يخرج كالعاده يشيلها يروح يرميها في المكان المناسب. لما سيدنا النبي عرف بان اليهودي تعب فقال اذا وجبت علينا زيارته. فسبحان الله، صدق من سماك وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فعلا وما ارسلناك الا رحمه، نبينا هو نبي الرحمه، هو نبي التسامح، هو نبي العفو، هو نبي الكرم صلى الله عليه وسلم. نعلم اولادنا الاخلاق، الاخلاق فيما بيننا، ان نقتدي بهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تعاملاتنا، في كل تحركاتنا، في كل تصرفاتنا، في كل ما نفعل، في كل ما نعمل، نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصادق الأمين. الصادق الأمين. أهم صفة من صفات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الصدق. الإنسان الصادق من أهم الصفات، لأن الكذاب زي ما قلنا الكذاب ما بيدخلش الجنة. الكذاب بيخش النار. فأهم حاجة إن الإنسان يكون صادق، صادق الوعد. صادق الكلمة. صادق مع الآخرين. تمام. الصدق أهم صفات. لماذا أهم يعني لماذا إن إحنا بنقول أول حاجة بنقولها من صفات الرسول بنقول الصادق الأمين. تمام. لماذا؟ الصادق لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا، كان صادقا أمينا في كل تحركاته، في كل تعاملاته، كان صادق، كان لا يعرف الكذب
ولا يعرف الخيانة ولا يعرف كل هذه الأمور، كان فعلا صادقا طيبا لينا سهلا في كل تعامل، ولذلك لقب بالصادق الأمين. كان صلى الله عليه وسلم لقب بالصادق الأمين، كان في كل تعاملاته لا ينطق كما قال القرآن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. نعم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، محتاجة حضرتك تمسك المايك وتقول لنا ابتهالات في حب الرسول عليه الصلاة والسلام. حاضر حاضر أستاذن حضرتك. اتفضل يا فندم. بسم الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، يمن كتابنا فق الموازيننا، اهد شبابنا، اهد نساءنا، اهد زوجاتنا، احفظ مصارنا، احفظ مصارنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا يا أن يكون الكلام عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا قل للقلوب إلى الحبيب تميل، قل للقلوب الحبيب تميل، ومعي بهذا، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، لكل العالمين رسول. صلى الله عليه وسلم.
سيدي يا رسول الله. والله ما في أجمل ولا أروع ولا أفضل ولا أزكى ولا أحسن من إنسان يصلي دائما وأبدا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت كل حبايبنا وكل مشاهدينا وكل اللي بيتابعونا عبر هذه القناة الطيبة إن شاء الله يصلوا كده ويسلموا على سيدنا النبي في ذكرى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أروع وما أجمل ولا أزكى ولا أطهر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا النبي قال الكلام ده، قال: إذا صلى علي أحدكم وسلم علي رد الله علي روحي فأرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، أنت الذي من نورك البدر قد اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، وخفضت دين الشرك يا عالم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون، ماذا يقول الواصفون، ماذا يقول المادحون، وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا عالم الهدى، مشتاق إلى رؤياك. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. العالمين، شرفتنا ونورتنا. ربنا يعزك يا فندم. في النهاية خالص عايزة أختم مع حضرتك بطلعة البدر علينا بصوت حضرتك، وهرددها مع حضرتك. أختم مع مشاهدينا الكرام ونختم بالأغنية. في النهاية شرفتنا ونورتنا. تسلمي في الدنيا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. بشكركم مشاهدينا الكرام. هختم معاكم بأغنية لطلعة البدر علينا، عشان زي ما بدأت بيها أختم بيها. تحياتي أميرة يحيى، واستنونا الأسبوع القادم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الأميرة. تفضل يا شيخ. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها